طب يا دكتور برضو في نتواصل مع موضوع الحمل الامن والولاده الامنه عشان نتلاشى موضوع التشوهات الخلقيه، ايه اسبابها وازاي ان احنا نقي منها؟ ده سؤال مهم جدا. نبدا بالوقايه، نبدا بحاجه بسيطه جدا. احنا نعلم زواج الاقارب واحد من اهم الاسباب العيوب الخلقيه التي بنواجهها في مجتمعنا، واحنا للاسف عندنا في مجتمعنا كتير جدا من العائلات وخاصة في الأرياف يتجوز بنت العم وبنت الخال وابن عم لازم ومش لازم، والكلام اللي احنا للأسف بنعاني منه معاناة شديدة جدا بمشاكل مفاجأة. يعني تخيل حضرتك واحدة منتظرة طفل سليم تفاجأ ان عندها طفل معاق بسبب زواج الأقارب. عشان كده أنا أتمنى أن يسن قانون زي تونس أن يمنع زواج الأقارب حتى لا نعاني من مشاكل. خد بال حضرتك الطفل المعاق هو مش بس بيتعاني منه الأسرة الصغيرة، وده إعاقة طول الحياة، ومش بس المجتمع الصغير، الدولة بتعاني منه، يعني واخد بال حضرتك؟ فإحنا لازم برضو ناخد بالنا من هذا. حاجة تانية مهمة جدا، مشاكل السكر. نعلم جيدا أنه عدم انضباط السكر قبل حدوث الحمل بثلاث شهور قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في الجنين عند الأم الحامل اللي عندها السكر، وخاصة ما يعرف باسم السكر الوليدي. احنا عندنا نوعين من السكر، نوع واحد ونوع اثنين. نوع واحد ده عادة اللي بيجي في سن الشباب، في السن المبكر، وده للأسف انضباطه بيبقى صعب جدا، وصعوده وانخفاضه في الدم قد يؤدي إلى حدوث تشوهات. حاجة تانية برضو مهمة جدا، كتير جدا، خاصة ما يعرف باسم الطفل المنغولي. احنا نعلم ان هذا الطفل يحدث في السن المتأخر فوق سن الأربعين، الانجاب في سن الأربعين. عشان كده مهم جدا للسيدات اللي هم يعني خلاص ربنا سبحانه وتعالى اتم عليهم نعمة اسرة سليمة وسعيدة، ما فيش داعي يفكر في الحمل والانجاب في هذه المرحلة السنية التي تكثر فيها العيوب الخلقية للجنين وتشوهات ما يعرف باسم متلازمة داون. Data.com.